الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان من أوجد الأكوان بمحض رحمته، سبحان من دبر الخلائق بلطيف حكمته، تفضلا منه تعالى وامتنانا. سبحان من انفرد بالإمداد كما انفرد بالإيجاد. سبحان من تنزه عن الأضداد والأنداد، تعالى مولانا عن ذلك عزة وسلطانا. سبحان من تراضعت الموجودات لعزته، سبحان من تصاغرت الملوك لهيبته افتقارا إليه تعالى وإدعانا. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، سبحان من سبحت له النجوم وأفلاكها تسبيحا عاما قلبا ولسانا. سبحان من سبحت له الأرض وسكانها، سبحان من سبحت له البحار وحيتانها، فكان ذلك دليلا على وحدانيته وبرهانا. سبحان من شرف نوع الإنسان، سبحان من فضله في سائر الأزمان موهبة منه تعالى وإحسانا. سبحان من فتح بصائر نخبة عبيده حتى هاموا في مهامه العرفان. سبحان من سقاهم من رحيق محبوبيته حتى عربدوا على الأكوان وتجرعوا كؤوس الحب ألوانا. سبحان من شرف في الوجود نور الحقيقة المحمدية، سبحان من أتحفه بأسراره الغيبية منحة منه تعالى سرا وإعلانا. سبحان من جعله معدن أسراره الإلهية، سبحان من اختاره لفتوحاته الصمدانية وفتح به قلوبا عميا وآذانا. سبحان من صلى على هذا النور الأقدس في حضرته الأحدية، سبحان من خصه بعطايا وهدية وجعل محبته على الإيمان عنوانا. سبحان من جعل يوم ولادته، سبحان من جعل يوم الولادة الذات المحمدية عيد الفرح والسرور والتهاني. سبحان من أتحفنا فيه ببلوغ المنى والأماني، فبشرى لنا بهذا الطالع السعيد بشرانا. اللهم صل وسلم وبارك على نورك الظاهر وسرك الباهر أفضل المخلوقين شانا، قطب الدائرة وسيد أهل الدنيا والآخرة وأكمل الناس عرفانا. الممنوح أفضل الكرامات، المخصوص بعموم الرسالة ومحكم الآيات، المعجز ببلاغته قصا وسحبانا. سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وكل من امتلى لعلم جنابه صلاة لا يحصى عددها زمانا ولا مكانا. الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه مكتما في محكم التنزيل
قال بخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته ولا غنى إلا في افتقار إلى رحمته وعنايته، المستحق لجميع حمد الحامدين، فإن أفضل ما تنافس فيه المتنافسون وأكمل ما اعتنى به المعتنون هو التعلق برسول الله أفضل العالمين. آمين. الذي لا يصل إلينا خير إلا على بابه، ولا فوز لنا إلا بالتملق على أعتابه، إذ هو سيد الأنبياء والمرسلين، الواسطة الأعظم، الشفيع الأكرم، ممد الأولين والآخرين. فما تعلق به أحد إلا ونال فوق ما طلب، ولا التجأ إليه أحد إلا وأحرز أرفع الرتب، وفي ذلك آيات للموقنين. ولما كان التعلق به صلى الله عليه وسلم إدراك سبب إدراك كل يسوس وبلوغ كل مامون، أردت أن أتعلق بهذا الجناب العلي الشريف والقلب الشامخ المنيف بذكر نبذة يسيرة أسرد فيها بعد ماتره العالية المقدار وقصة مولده العظيمة الفقار. عسى أن تهب علينا نفحة ربانية ومنحة اختصاصية من هذا النبي الكريم الذي لا يخيب من أمله ولا ينتصر من خذله. من يعتصم بالنبي حاز كل منى وصار بين الورى في أشرف الرتب. يا حاضرين لسمع مدحه شغفا صلوا عليه تنالوا غاية الأرب. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قفا على الأقدام لك بأمته منهاجا واضحا وسبيلا رشدا. يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا محل الفتوحات والمواهب اللدنية، صاحب الملة الحنيفية والأحكام الشرعية، يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا فخر السيادة وتاج علاها
قطب المجادة وشمس ضحاها وأفضل الموجودات وسراج ضياها يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا خير من وضح منهاج الدين وبينه وأفضل من حبب الحق سبحانه وتعالى أرضه ووطنه ومسكنه يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من لاح بدره في أفق السيادة واكتمل وأجل من احتوى جسده الشريف على أنواع المحاسن واشتمل يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك أيها الحبيب الذي جلت معجزاتك عن العدل والإحصاء والرسول الذي لا تتناهى خصائصك ولا تستقصى يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من جعلك ربك طاهرا مطهرا مرتضى وشفيعا مشفعا في جميع الأمم يوم الفصل والقضاء يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا أيها الصادق الأمين المؤيد بالكتاب والآيات المبين المبعوث رحمة مهداة للعالمين يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك أيها النبي الحليم الأواب والصفي الذي أوتي جوامع الكلم وختصر الخطاب يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من قمت بطاعات ربك أحسن قيام واجتهدت بأنواع العبادات في ظلمات الليل والناس نيام يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من قربك مولاك ليلة المعراج حتى كنت منك قاب قوسين وجمع لك بين المكالمة والمشاهدة مشاهدة له من غير كيف ولا مين يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من ردت لك الشمس بعد أفولها وانشق لك القمر وكلمك الضب وحن إليك الجذع وسلم عليك الحجر يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك من خضع لك البعير وعلم بنبوتك وتذلل لك الغنم وكلمك الذئب وشهد برسالتك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من نبع الماء الطهور من بين أصابعك وأشبعت في الصاح الواحد الجم الغفير من أصحابك يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من من معجزاتك إبراء ذوي العاهات وإحياء الموتى وشهادة الصبيان وغيرهم بأنك سيد السادات يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من رد عن قتادة بعدما سالت على خده وقال اللهم قع عين قتادة كما وقد وجه نبيك بوجهه
يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من كتب الله اسمك الشريف على ساق العرش والكرسي وكل سماء وعلى الجنان والقصور والغرف، وشرفك بأشرف الأسماء يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من ذكرك مولاك سبحانه عضوا في القرآن ولم يخاطبك دون غيرك من الرسل إلا بالأوصاف الحسان يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا صادق اللهجة واللسان وبهجة أكابر المقربين والأعيان، وتحفة من أشرق الله في قلبه نور الطاعة والإيمان يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك يا من يخاطبك كل مصلي في التشهد بقوله حين ترفع درجاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومن إذا دعوت أحدا وهو يصلي وجبت عليه إجابتك وصحت صلاته يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. السلام عليك من أهل العالم السفلي وسائر الأنام بكل سلام أوجده رب البدء والختام يا سيدنا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. إن رمت مدح محمد وصفاته أضحى لساني هيبة يتلعثم، يا سامعين مدحه يتلى على آذانكم صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره